عندكم الغاز والبترول نفس اللي عندنا صح؟ صح. مساحتكم اكبر عن عندنا صح؟ صح. ليش بعدكم في الطوابير وحنا لا؟ ما عندنا طوابير. انت 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 تردد في كلام المغاربه. لحظه يا اخي, عقده المغرب بعد. انت تردد في كلام المغاربه. واذا اعطيتك الدليل, واذا اعطيتك الدليل, انت تردد في كلام المغاربه. واذا اعطيتك الدليل, هذا دليلك. ان كنت تعطيك دليلك, واذا اعطيتك دليل, هذا الدليل. هات الدليل. اعطى الدليل, اعطى الدليل يا جاسم, اعطى الدليل. تمام, بعطيه الدليل الحين. بعدين النقاش, النقاش بين واحد جزائري وواحد امارات, وش دخل المغاربه؟ فهد, لانكم لانكم تقولون عنهم قيد المقوله هاي, الجزائر آية, الشعر حررها وشيء ثاني. ما ودي اكمل عشان ما تنحسب على رقبتي. وانت حط التوقيع هذا؟ لا لا لا, انت حط التوقيع هذا السنياتور بستيل ولا كيف قصدك يا ابوي؟ انت اشرح لي اول شيء, شرح سمينا, عطنا الشرح. بغي نفهمها. لا لا, باغي نفهمها. ساع الكلمه وقعها واش واش كفاه قريتها باش نقدر نتكلم مع اخويا. وقعها ما في, في في كلمتين نفس بعض في اللغه العربيه. اذا انت فهمان في اللغه العربيه, التوقيع توقيع, وقعها مو اوقعها. لو اوقعها شيء ثاني, بس وقعها الحبيب, وقعها توقيع يا باش يا اخي. وقعها ما فيهاش الشده. يعتقريوك يا اخي, انت بدون كان الشده وبلا شده, بدون شده. وش كيف تقراها؟ انطقها انطقها. والله احنا رانا نحبوك اماراتي, اماراتي احنا رانا يا اخي. انطقها بدون شده, عطني انطقها. والله العظيم يا والله احنا يعني ما لقيت غير, ما لقيت يعني غير كلمات. اذا بنشيل الشده, لحظه, اذا بنشيل الشده بتصير ايش؟ وقعها ما معناها يا اخي؟ يا اخي عربها لي ما تحت مشكلة. عربها لي بقى اللي نسمع اخي. هي اجيبني انت تقول شيل الشده. شلنا الشده خلاص, ما صارت وقعها. الحين قل لي انت, عطني رايك. انا اعطيتك رايي, عطني رايك انت. لا لا لا, انت انت اغلبيه اللي الكلمه هذه شغل وقعها, شغل رب, رب العزه هو اللي سنيا سنيا شغل سنيا بستيلو يا اخي. تا والله ربي يهديك, تا وش بيك هذه الهضره؟ وقعها يا اخي. يا ابن الحلال, يا ابن الحلال, ابن الحلال. انت الانسان صاحي الحين الحمد لله بكامل قواك العقليه. انت الحين انطق, انطق مثل ما قال عمك تبون الحين الرئيس الجزائري طول الله بعمره. انطق نفس الكلام وعطني تفسير. آية الشعب, آية الشعب الجزائري, آية الشعب حررها, حررها الشعب, حررها وربك, وربك وقعها. وقعها ما الحين في شدة؟ الحين في شدة, وقعها كيف؟ انت قول اشيل الشدة, شيل الشدة. ما يش محت معليك تدق الشدة. وقعها خلاص وربك وقعها. وقعها وقع ما معنى وقعها يا جاسم؟ احنا بنقدر نتكلم في لغة عربية فصحى. لا اله الا الله, يخش في الموضوع يا حبيبي, يخش في الموضوع. لا يعض كلامك انت وين نصرف. لحظة حليم, بالله عليك يا حبيبي, بالله عليك الحين. انت دارس عربي صح؟ انت دارس لغة عربية؟ الحمد لله. اشرح لي, تعريف. اسمع اسمع, اشرح لي بالله عليك ما معنى وقعها؟ انت تقول شيل الشده صح؟ حنا شلنا الشده, وقعها. تعريف, تعريف. وش معنى؟ اسمع اخي, اخي الاماراتي دقيق. تعريف ومعنى وقعها في قاموس الكل, قاموس العربي هكا. كيف قاموس العربي؟ قاموس العربي كلمه وقعها. أيوه؟ من مشتقة وقع العربي, وقع على شيء ومنه يقع وقعا ووقوعا. يا ابوي سقط. يا ابوي صباح الخير, صباح الخير. راحت ام العربيه, فهمت؟ هلا 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 هلا. وين التوقيع؟ وين الوقوع؟ من يدي كذا وقع وغيره. يا حبيب, يا حبيب, هلا يا ابو, يا ابو سلطان المتنبي. لحظه, التوقيع شيء والوقوع شيء والواقع شيء. وش لخبطه امها الكبسه هاي؟ لا لا لا, انت انت دوكا الكلمات هذو يعني انت يعني فاهم ما عجبكش فيها. هل رايت, هل رايت رب العالمين في القران الكريم ينسب التوقيع لنفسه؟ يا اخي وش نقول؟ كل واحد, كل واحد كفاه قاعد يفهم الكلمات. لا لا, انت وش فهمت؟ انت وش فهمت؟ انت وش فهمت من التوقيع؟ بارك الله فيك, انت وش فهمت من التوقيع؟ بارك الله فيك يا اخي.
بارك الله فيك. ما قلتش نقصك على جميع المدرسك. بارك الله فيك اخي. صح الله يرضى عليك. امين. شكرا يا اخي. راح نعرف 60 حبيبي. بالله يا شباب تكبيس وتابعوا الحساب حق جاسم اللي تحت وتكبيس اللي غير الجزائريين. لا احد يطلب قسط يا اخواني. الموضوع يهم الجزائريين فقط يا حبيبي. غير الجزائريين لغه عربيه. حصه لغه عربيه هي يقول رايه ما يقولون هن الشعب الجزائري مسلم للعروبة ينتمي له. مين يا عمي؟ الشعب الجزائري مسلم رغم أنوفكم يا أيها. مخفي مخفي. هبط البيت يا جاسم يا خوانا يلي باب الدين الإسلام. يا خوانا يلي حطيت يديكم في يد الصهاينة. تحيا الجزائر. تحيا عمي تحكم. تحيا الجيش الشعب الوطني. يا كلاب يا خوانا يا مطبعين. يا صهاينة العرب. يا صهاينة العرب. هذا نفس السؤال. إذا كان الخليج كله يهود ونصارى ومطبعين ليش ما يعمل إلحاد في بلد ما دليلك؟ ما دليلك؟ ما دليلك؟ دليلي موجود على ال على إيش؟ في التلفزيونات موجود يا أخي. أي تلفزيون؟ تلفزيون دومير؟ لا في حائط المبكى اللي في دبي اللي داروه. ما في حائط المبكى. معناته أنت مهتم دبي. جيت دبي؟ دبي جيت دبي؟ لا يا حبيبي ما نجي لدبي أنا. وليش؟ وش نجي ندير؟ ما عندنا 17 مليون جزائري موجودين. لا ما عندك 17 مليون. الإمارات كم فيها؟ 17 ألف. استغفر الله. 17 ألف. شو اللي 17 مليون؟ إيش بيك يا أخي؟ أنت. خلنا من طيز الكلام. 17 ألف نسمة موجودة هنا اللي يشتغلون في الجزائر في الإمارات. خلاص 17 ألف يكفيكم. مش راح تديروا بالبقية. خلوا عندكم 17. أنت علم منكم لغة عربية لا؟ لا خلي اليهود يعلموكم العبرية أحسن. ليش اليهود يشتغلون تحت ايش تسوي بالعربية؟ ما تسوي حياتك. اتعلم العبرية أحسن لك يا أخي. احترموا النقاش أول شيء. أخذوا عطا الحين. راتب منو اللي قوى؟ راتب الإماراتي ولا راتب اليهودي؟ لا راتب الإماراتي طبعا. خلاص معناته هو يشتغل تحت ايدي. بدوس عليه وعلى راسه. لا ما يدوس. هو يجي عندك. انا في حياتك شفت إماراتي يشتغل في فرنسا؟ لا يا حبيبي. هذا كلام في امريكا؟ لا. إماراتي يشتغل في بريطانيا؟ لا. إماراتي ما يشتغل حتى في الإمارات. ماسك طابور على الإمارات ما يشتغل. إماراتي ماسك طابور على الغاز؟ لا. أنتم لا تشتغلون. الهنود والبنغال والباكستانيين معناته مشتغلين البترول والغاز. يعني 700 ألف وش تشتغل؟ 700 ألف نسمة وش تشتغل؟ معناته حكامنا يعني أنتم كلكم يعني ما تساوون حي في الجزائر. ليش؟ معناته 20 مليون نسمة اللي موجودين في الإمارات من شغالين. ما في 20 مليون نسمة في الإمارات حبيبي. انت لا تسمع ويل للمصلين وتوقف صلاه. اسمع لشان تستوعب. فاهم هو اللي اسمع. اقول 20 مليون من العماله بالشغيلين بالمواطنين. المواطنين 1,800,000. ما في 20 مليون بالامارات بالعين. اخوي بتعلمنا في الخليج. بتعلمنا في الخليج. 5 مليون في الامارات بالعماله. في 5 مليون كم؟ 5 مليون بالعماله. فرضا 5 مليون. عندكم الغاز والبترول نفس اللي عندنا صح؟ صح. مساحتكم اكبر عن عندنا صح؟ صح. ليش بعدكم في الطوابير وحنا لا؟ ما عندنا طوابير. انت 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 تردد في كلام المغاربه. لحظه يا اخي. عقده المغرب بعد. انت تردد في كلام المغاربه. واذا اعطيتك الدليل انت تردد في كلام المغاربه. واذا اعطيتك الدليل هذا دليلك. ان كنت صادق دليلك. واذا اعطيتك الدليل هذا الدليل. هات الدليل. اعطى الدليل يا جاسم. اعطى الدليل. تمام بعطيه الدليل الحين. بعدين النقاش بين واحد جزائري وواحد امارات وش دخل المغاربه؟ فهد لانكم تقولون عنهم كل شيء. تعلمتوا منهم كل شيء. فهد طيب يلا خلاص اوكي تعلمتوا الطوابير وتعلمتوا تشتموا الجزائريين وتعلمتوا كل شيء. بعطيك الحين. لحظه بعطيك الدليل. تمام. جاهز يا حليم؟ جاهز يا جمال ولا جلال؟ تفضل. تمام. بيع براميل المياه وحزم الحطب مشاهد من المغرب يا حبيبي. اسكت يا اخي. المغرب هذه الجلفه. اسكت. في زمن التحضر والسرعه من هذه في المغرب مش في الجزائر يا اخي. اصمد. هذه الجلفه في المغرب. لا هذه في المغرب. هذه اسمع هذه الجلفه المغربية. بالعين ندعو فيها الفوضى وندعو فيه. سمعتي ولا كل عام كما تخسر فين؟ طول هذه خدمتك. كنا ناخذ معاد المقاولين مكان. ها
هذه خدمتي صوت يبدا من 8 حتى المغرب وحنا نخدم رابعة فهمنا ليه رانا في هذه السريه واش من سنه هذا الفيديو مره كاين مره ما كاين وانت تشوف تاريخ 2023 سنه هؤلاء الباعة المتجولون اختاروا هذه المهنة لكسب الرزق من بيع براميل المياه أو جمع وبيع الحطب لمن لم يسعفهم الحظ في استعمال غاز البوتان والكهرباء. جاسر لا تطول الفيديو لا تطول الفيديو ترى يطيح البث. المواضيع مؤلمة صراحة ما لا 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 تطول لا تطول فيديو في البث. مواضيع مؤلمة. تكبيس يا شباب لا يوقف التكبيس. مواضيع مؤلمة يا أخوان. هاي حبيبي. شفت طابور ولا ما شفتها؟ شفت شفت طابور ولا لا؟ هذا طابور؟ هذا مش طابور. هذا العذاب. هذا 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 يبيع المياه. هذا يبيع المياه. هذا يبيع المياه. لا أنت قبل. هذا من قبل شوية. أنت الثاني كنت تنتظر. أنت قبل شوية جالس. قبل شوية فهد لا تعصب فهد على الراحة تود طابور. هادو ما يبنوا كنيس يهودي هادو ما يبنوا كنيس يهودي. تمام يا أخي بقى لحظة بعد. وما يبنوا حائط مبكى. يا أخي بعطيك طابور. انت وما يساعدوا إسرائيل. وما يساعدوا إسرائيل بالمواد الغذائية في الحرب. احترم النقاش يا أخي احترم النقاش يا ابن الحلال احترم النقاش. ود الطابور. جاسم قبل شوي ما عنده مو قبل شوي يقول هذا المغرب واللي طلعت الطوابير هي اللي خلتهم في الطوابير اساسا العقده المغربيه تكبيس 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 لا يوقف التكبيس لا يوقف تكبيس لا يوقف مخفي اللي هو علي قايل لك يا جاسم اصمت لا عالم طيب ترى عادي ودك دليل طوابير ودك دليل جماجم ودك دليل ما في نية كلش موجود وش اللي تبغي موجود ان قالي ما كله في معلوم ما في شيء انا ما في معلوم كله معلوم انت تجيري طوابير انا طوابير موجود يريد درس مع اللغة العربية انا بعد في موجود السلام عليكم وعليكم السلام أخي جاسم محمد معك هشام مغربي والنعم أخوي شخبارك والله أنت مع من أنت تتكلم والله أكلم مع القارة جزائر القارة لا. أقسم بالله العظيم لا مخهم أملس ما بيفهموا شيء وش مخهم أملس عندهم مخ سمك أبوي وش مخهم أملس بس أخي أخوي محمد شكرا على المشاركة بس تراني ما طلع مغاربة في القسط لأن أخوان الجزائريين عندهم حساسية من المغاربة يحسبون أن كل الدمار في العالم سبب المغرب والطوابير سبب المغرب والفشل السياسي سبب المغرب وعشان شي بطلع بس أخوان الجزائريين يناقشون الموضوع والله فكرة القسط مرة ثانية لأنك أنت الثاني اللي بتشيل هالخرابيط هذه خط راحت عنك بس أخوان في شو اسمه الجزائر بس غيره ما في تفضل طارق السلام عليكم مع الأسف أنا مغربي كذلك لا يمكنني أن أشارك شكرا يا حبيبي بس فيك تسلم وشكرا الله يحفظك الله يسلمك الله ما أحفظ إخواننا في جميع المناطق العربية والله يحد الباس كما تنقول إحنا في المغرب كما تنقلوا في المغرب الخير مبوطة وحاشك الحمير تتبرد استغفر الله صافي فهمت بس أنا أعرف منه الحمير شكرا شكرا الله يسلمك شو اسمه وش نسبه وش اسمه ابو وين فهد جيبونا فهد يا اخوان الحين في حد من الجزائريين يناقش بكل احترام بكل ادب اخذ وعطاء ترى مو بعيب احنا مو بزايدين شيء من عندنا او مزودينها والموضوع كذا اخذنا نفس الكلام من عند رئيسكم وحطيناه هني بس يا اخوان لو سمحتم تكبيسات لا توقفوني انا عشان شي يخترقون البث عشان شي ينزلونه وغيره فتكبيسات واللي عنده علامات التيك توك يطرشنها واللي عنده اي شيء يطرشنها رحم الله والدينكم ففضلا وليس امرا بس جزائري عاقل عادي ناقش انتقاد البناء ما في عيب في الموضوع نفس كلام رئيسكم انا حطيته هني ما في شيء غلط النقاش في حدود الاحترام لا
حد يجي يعلمنا اللغة العربية لو سمحتم، ولا حد تحرروا من الشكليات هذه النقاش الأشخاص، ناقشوا الأفكار، أعطني وش اللي عندك واسمع من عندي. فهد جسوم بلك هذا قبل شوي أخوي، بلك ولا تطلعه علي خلص. لا لا قبل شوي خله هني، خله هني، أنا أشوفه تحت، خله هني كبس، أنا أشوفه طالب قسط مرة ثانية هذا علي. لا طلع بلك بلك بلك، هذا أخوه لحسن، أخوه لأم حسن أخوها، فشو اسمه خله هني طالع بيشتم، ما يبي يناقش، هو يبي يشتم، فهمت؟ عشان كذا ما يبي يطلع، عشان ما ينزله، لكن هو يطالع بيشتم خلاص. أنا ما أنا مرة ولا خطرت، ما أبغى تجابد أنا وياه ترى. لا لا يا فهد، لا فهد فهد لا تعطم المجال عشان يتشدون. إيه دخلت الجزائر، هذا هو غزة، هذا هو ما دخلت، ناقش أمورك الجزائر. الجزائر ما في جزائر. عند معنا أخونا محمد التونسي موجود، إذا كان موجود بس ترسل رسالة بالله. موجود محمد، كان طالب قصد قبل شوي بعد راح. تعالوا تم الاغتيال بنجاح. لا تقارن نفسك انت بالجسم، استغفر الله العظيم. انت وين والامارات وين والجزائر وين وانت؟ خلني ساكتين نعد جرحك بعد. علي وين علي؟ اطلب قصتي يا علي وتفضل قول وش عندك. احمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طلع محمد التونسي، محمد التونسي طلع. وعليكم السلام. تفضل احمد. يا اخي انا بغيت نفهم غير واحد شي حاجه، تنشم ديما مليون شهيد مليون شهيد، كيفاش تحصوها؟ مليون شهيد نفهم، لان هذيك الكذبه كان قالها جمال عبد الناصر هذا وصدقوها هما، مليون شهيد ما عرفت كيفاش تحصوها. ما فهمتش. واكبر قالب ماخذين الجزائريين. بغيت يا اخي غير تفهموني، الا كان عندكم شي فهم الكور. ما فهمتش انا مغربي وما فهمتش، هذوك الناس كاع ما فهمتهم انا كاع. شوف، هو منهم من يقول مليون ونص، ومنهم من يقول مليون، ومنهم من يقول 5 ملايين، واخيرا قال اخيرا قال الرئيس ديالهم قال 5 مليون. كنت سمعت واحد الحوار يا اخي الجزائري، في واحد جزائري قال افريقيا عامه اللي لا 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 في لا لا في المسجونين، حتى المسجونين شهداء، هو يحصي من الشعب اللي ما عرفش والله اكيد ما عرفت. أنا قال الجزائري قبل فترة قال على 130 سنة 45 مليون، والله قالها لي واحد. يلا يا أخي ما فهمتش أنا ذوك الناس، ما فهمت. أنا إنسان طموح، أنا إنسان طموح، إذا هنم عندهم 10 مليون وكل مليون كل شهيد يشفع ل 70 واحد، معناه دخول الجنة. الجزائر كلها في الجنة، والمغرب تونس مصر رجال العالم العربي كله يعني عادي بنروح الجنة بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام بربي، عندي سؤال يا الأخ جاسم، راه محيرني. راه تفضل. عندي عميل تو ما لقيتلوش حتى إجابة. تفضل، يمكن بحصل لك الجواب إذا كيف. لا 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 لحظة، كيفاش الجزائر عندها 1.5 مليون شهيد وهي ما عندهاش وثيقة استقلال؟ نعم صحيح، وثيقة الاستقلال لا توجد في الولايات في الأمم المتحدة. نعم صحيح. لا بالحق، راه كيفاش ما عندهاش وثيقة استقلال إذا كان هي استشهد استشهدوا فيها 1.5 مليون شهيد؟ يا محمد، هن يسوون إحصائيات حق حوادث السير اللي بتصير عندهم في الليل، كل ما يتوفى حد يعتبرون الشهيد، اللي بكورونا بعد شهداء. كل ما يتوفى حد بجنوب أمريكا بيحسبون على الشهداء. فرنسا لهم حق الجمله. تو نحن في تونس في الشهر. تو نحن في تونس يا الاخ جاسم. يا اخي تونس عرفت شهداء المغرب، عرفت شهداء وما تذكرهمش المغرب، لا يذكر الشهداء وتونس تذكر الشهداء. ما فهمتش اللي عندهم شهداء. احمد تبليغ عنك. احمد انزل لحظه. لا فما حاجه باش نضيفها برب. لحظه محمد، لحظه بتشوف منو اللي طول. تفضل ابو النظارات، تفضل يبلغ ابو النظارات، تفضل. لا تستحي، لا ما يبلغ هذا الرجال. كيف السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام اخ جاسم، تحياتي تحيه الاخوان. معك اخوي عبد الطيف مغربي. بارك الله فيك. مرحبا.
والله يا اخي انا ودي مشاركه الجزائريين انه طالبين القسط. ما ودي مشاركه انا عشان ما تصير مشادات بين المغاربه والجزائريين، فاهم كيف؟ ان اخواننا في الجزائر عندهم ماشي مشكل عقده من بس خلي يقول مداخلته، خلي يقول مداخلته يا جاد، خلي يقول مداخلته. على المداخله ديال الاخوان هو واحد المساله بغينا نوضحها اليوم. الاخوان في الجزائر واحد المرتزقه من هذوك البوليزاريو خد المعونه ديال الامم المتحده وجلت من راست في الجزائر وبغى يبيعها. لحظه جمعوا عليه كاع المواطنين بغى يهرب، صدق قتل 8 الاشخاص وهرب، عاود رجع هرب. باش تعرف ان هاد الناس دايرين هاد البوليزاريو بحال ابن المدلل ديالهم.